ما هي دول مجموعة العشرين؟ تتكون مجموعة العشرين من الدول الآتية: الأرجنتين، أستراليا والصين وفرنسا والبرازيل والمملكة المتحدة وألمانيا والهند واليابان والمكسيك وجنوب إفريقيا، روسيا والمملكة العربية السعودية وتركيا وكوريا الجنوبية، كندا وإندونيسيا والولايات المتحدة وإيطاليا، مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي. أنشئت مجموعة العشرين في سنة 1999، وهي مبادرة تهتم بنقاش المواضيع الرئيسية التي تمس الاقتصاد العالمي. وتقوم مجموعة العشرين بعملية جمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة مثل المكسيك والصين والبرازيل. وفي سنة 2014 ترأست أستراليا مجموعة العشرين. كان أول اجتماع لمجموعة العشرين في نوفمبر من سنة 2008، وقد استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية. وقد كان في جدول الاجتماعات من المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في ألمانيا في سنة 2017 في مدينة هامبورغ. إن مجموعة العشرين لا يوجد لها مقر ثابت ولا حتى موظفين، ويلتقي أعضاء مجموعة العشرين بالتناوب في اجتماع القمة السنوي، بالإضافة إلى اللقاءات الأخرى خلال السنة. ومن الجدير بالذكر أن قادة دول مجموعة العشرين يلتقون سنويا، أما وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للمجموعة فإنهم يلتقون مرات متعددة في السنة. ما هي أهداف مجموعة العشرين؟ تهدف مجموعة العشرين إلى تعزيز وتطوير الاقتصاد العالمي، إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالي، دعم نمو الاقتصاد العالمي، توفير وتطوير فرص العمل، تفعيل مبادرات التجارة المنفتحة وتعزيز التنمية بمختلف مناطق العالم. يتجسد ذلك من خلال تفعيل آليات التعاون والتواصل مع أعضاء أخرى ليست في المجموعة، تعزيز استقرار الاقتصاد الدولي من خلال الحوار البناء بين الدول الصناعية والاقتصاد الناشئ. تم إنشاء مجموعة العشرين بسبب الأزمات المالية التي حدثت في نهاية التسعينيات، خاصة الأزمة المالية بجنوب شرق آسيا وأزمة دولة المكسيك، ولأنه لم يتم بشكل مناسب ضم الاقتصادات الناشئة لصميم الحوارات الاقتصادية العالمية.